بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، طبعا كما رأينا فيما سبق على الصفحة رقم 117. À la fin de cette semaine, tu seras capable d'employer des expressions pour donner ton avis. يعني في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable, أنت ستكون قادر d'employer على استعمال des expressions, عبارات pour donner, لكي تعطي ton avis. رأيك. إذن في نهاية هذا الأسبوع أنت ستكون قادر على استعمال عبارات من أجل أن تعطي رأيك كما رأينا في سبق. À la fin de cette semaine, tu seras capable d'employer des expressions pour donner ton avis. إذن في الفقرة إن شاء الله سنرى بعض العبارات التي تصب في هذا الاتجاه. غالبا عندما يريد الشخص أن يعبر عن رأيه، إذن تقول أمون أبي، أو تقول لشخص ما أتون أبي. في رأيك ما معنى أمون أبي؟ في رأيي. في رأيي، إذن استعمل أمون أبي. إذن تقول أمون أبي ثم تقول ما تراه، أو تسأل شخصا مثلا تقول أتون أبي في رأيك، ثم تسأله إكزومبل مثال أتون أبي في رأيك. كاسكي ميور، ما هو الأحسن؟ vivre à la ville ou à la campagne. العيش في المدينة أو العيش في البادية. campagne. la campagne البادية. الجبل. la montagne. la montagne. la montagne الجبل. vivre à la ville ou à la campagne. العيش في المدينة أو العيش في البادية. هاد الموضوعات اللي تكون في الرأي. اش تسمى هذه؟ ce sont des sujets d'intérêt général. تتكون موضوعات ذات اهتمام عام. يعني أن كل الناس ممكن أنهم يطرحون نفس الموضوع، فيكون لهم خيارات ويكون لهم آراء. إذا أنا سألت شخصا أتون أفي كيسكي ميور فيفغ لا فيل و لا كومبان، فليكن الجواب مثلا، إذا سيقول ماذا؟ أمون أفي، ثم يكمل مثلا يقول ماذا؟ أمون أفي جو بخيفير فيفغ لا كومبان أفيك لا ناتور ألير بيغ. إذا في رأيي أنا أفضل العيش في البادية avec la nature، مع الطبيعة et l'air pur، ومع الهواء النقي. الهواء سميته بيغ. l'air pur نقي. je préfère. je préfère vivre à la campagne avec la nature et l'air pur. je préfère vivre à la campagne avec la nature et l'air pur. إذا شخص آخر يقول à mon avis il vaut mieux vivre en ville. Il vaut mieux vivre en ville où il y a toutes les commodités vitales. À mon avis, فرأي, il vaut mieux. يعني أنه من الأحسن. Il vaut mieux. هذا الverbe valoir. Il vaut mieux. هذه العبارة كلها تعني من الأحسن. Il vaut mieux. هذه العبارة تعني من الأحسن. Il vaut mieux vivre en ville. من الأحسن العيش في المدينة. Où il y a, حيث هناك, toutes les commodités vitales. هنا كما نقول كل تسهيلات الحياتية. بما معناه؟ كل شيء سهل في المدينة. بما معناه؟ حيث هناك كل المرافق الحيوية. إذا كوموديتي فيتال مقصود بالمرافق الحيوية. إذا مثل المستشفيات، مثل دور الشباب، مثل مثلا المدارس، كل ما يحتاجه الإنسان من مرافق. إذا أمون أفي إل فو ميو فيفا أون فيل أو إليا توت لي كوموديتي فيتال. طبعا ممكن أننا نوسع هاد الصيغة لتشمل آراء أخرى. نقول مثلا جو ميتري لاكسون سور تخوا دومين دون لكال أ مون أفي دي شونجمون سون بارتيكوليارمون نيسيسار. جو ميتري لاكسون سي جو ميتري. جو ميتري لاكسون أنا أضع سي لو فيرب ميتر. ميتر هو فعل وضع. جو ميتري جو ميتري أنا سأضع. عندنا لو فيرب ميتر كونجوغي او فيتور سامبل. او فيتور سامبل. اذا عندنا لو فيرب ميتر راه مصرف في فيتور سامبل. كنقول جو ميتري تي ميترا إل ميترا نو ميترون هو ميتري إل ميترون. يعني هم سيضعون. هم لا زالوا لم يضعوا بعد. اذا جو ميتري انا ساضع. لاكسون شنو لاكسون؟ هي لاكسون. ها؟ اكسون. شنو اكسون؟ تشد فوق الاو. ايه هذيك الشرطة اللي تنديرو فوق الحرف. إذا تسمى لاكسون. أتكلم عن خط صغير يوضع فوق الحرف. إذا جو ميتري لاكسون أنا سأضع ذلك الخط.
sur trois domaines. فوق ثلاثة ميادين أو مجالات. فوق ثلاثة مجالات أو ميادين dans lesquelles والتي فيها à mon avis يعني في رأيي des changements يعني تغييرات sont particulièrement nécessaires يعني والتي فيها في رأيي هناك كما نقول تغييرات changements نتكلم على الverb changer يعني فعل غيرة إذن هاد التغييرات sont particulièrement يعني هم بالخصوص نسسير ضرورية إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أنني أنا سأضع الخط الأكسون أنا سأضع الأكسون باش نفهم هذه الأولى بعدها أنا عم حب كتابة كملوا أنني سأضع خطا ولكن ما معنى أضع خطا؟ كملوا أنني أركز على هذا الشيء كملوا أنني أركز عليه هذه عدة معنى آخر ميتخ لاكسون ممكن أنها تعني أنك تضع خطا وممكن كما عندنا هنا أنها تعني أنا أركز إذا جو ميتخ لاكسون مقصود بها أنا أركز أركز على ماذا؟ على ثلاثة مجالات عندما نتكلم عن المجال فهو مجرد مجال ليس حرفا هذا أتكلم عن مجال التعليم عن مجال الرياضة هل ستضع عليه خطا هذا؟ هو مجال يتضمن مجموعة أنشطة مثلا هو مجموعة أفعال كما نقول مصنفة إذن هنا المعنى أنني سأركز أنا سأركز في المستقبل جو ماتخي نتكلم على الغير ماتخ هو فيتور سامبل إذن أنا سأضع خطا المقصود بها أنا سأركز سو تخوا دومين على ثلاثة مجالات دون ليكال والتي فيها ماذا؟ أمون أفي في رأيي دي شونجمون سون بارتيكوليارمون نيسيسار والتي فيها تغييرات بشكل خاص ضرورية ما معنى هذا؟ المقصود بها أنا سأركز على ثلاثة مجالات والتي سيحصل فيها تغييرات أنا عندي واحد ثلاثة المجالات مثلا مجال الرياضة مجال الاقتصاد مجال التعليم إذا أنا سأركز على هذه الثلاثة مجالات لماذا؟ لأن ستحصل فيها تغييرات هذا هو المقصود بهذه العبارة ككل إذا جو ميتخي لاكسون سيغ تخوا دومين دون ليكال أمون أفي دي شونجمون sont particulièrement nécessaires. إذن عندنا أمون أفي جاءت في وسط العبارة. الحمد لله. كان ممكن أنه يجعلها في أول العبارة. يقول مثلا أمون أفي je mettrai l'accent sur trois domaines dans lesquels des changements sont particulièrement nécessaires. كان ممكن أنه يقول هذا. الحمد لله. ولكن في العبارة أنه فضل وضع صيغة أمون أفي في رأيي وضعها في وسط العبارة. ثم je dois m'expliquer plus clairement même si des explications supplémentaires ne sont pas nécessaires à mon avis. Et donc je dois m'expliquer. Ana alayya an ashraha plus akthar. Je dois m'expliquer plus clairement. Ana alayya an ashraha akthar wuduhan. يعني alayya an ashraha akthar wa uwaddiha akthar. Alhamdulillah. Je dois m'expliquer plus clairement. Ana alayya an ashraha akthar wuduhan. يعني an ubaligha fi hadha alwuduh kama naqul. Même si, رغم أنه des explications الشروحات supplémentaires الإضافية رغم أن الشروحات الإضافية ne sont pas nécessaires à mon avis ليست ضرورية à mon avis في رأيي إذن فرغم أن هذه الشروحات التي أريد أضيفها لكي أوضح أكثر رغم أنها ليست ضرورية فهو علي أن أشرح يتوجب علي أن أشرح أكثر وضوحا إذن أنا أرى هذا التوضيح المبالغ فيه كما نقول أنه من الواجب رغم أنني أراها ليست بضرورية je dois m'expliquer plus clairement même si des explications supplémentaires ne sont pas nécessaires à mon avis إذن أنا علي أن أشرح أكثر وضوحا رغم أن الشروحات الإضافية ليست ضرورية في رأيي à mon avis في رأيي ممكن أن تأتي في أول عبارة في وسط العبارة في آخر العبارة إذن عندنا هنا الصيغة في أول العبارة. À mon avis, nous pouvons apprendre beaucoup l'un de l'autre, surtout à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle. À mon avis, في رأيي, nous pouvons, نستطيع, عندنا le verbe pouvoir. عندنا le verbe pouvoir. يعني استطاع أو أمكن. إذن à mon avis, في رأيي, nous pouvons apprendre beaucoup. نحن نستطيع, نتعلم أكثر. نحن نستطيع, نتعلم أكثر. لا دو لوطخ الواحد من الآخر المقصود أننا نستطيع أن نتعلم من بعضنا البعض سورتو خاصة
على اكتويال في الوقت الحالي. في الوقت الحالي كما نقول في الساعه الحاليه، ولكن المقصود به في الوقت الحالي. اذا احنا في الظروف اللي كاينه الان، اذا نستطيع ان نتعلم من بعضنا البعض. مثلا في الظروف الحاليه المتعلقه بالوباء الحالي مثلا، نستطيع ان نتعلم كثيرا من بعضنا بعضا. مثلا هذه العباره ممكن ان تنطبق على هذا الامر. امون افي نو بوفون ابروندا بوكو لان دو لوتر سورتو الوغ اكتويال، سورتو خاصه الوغ اكتويال كما نقول في الساعه الحاليه، المقصود في الوقت الراهن. امون افي نو بوفون ابروندا بوكو لان دو لوتر سورتو الوغ اكتويال. هنا ايضا عندنا امون افي لا سيكوريتي دمير لان دي اسبي لي بلو فوندامونتو. امون افي لا سيكوريتي دمير لان دي اسبي لي بلو فوندامونتو. اذا امون افي في رايي لا سيكوريتي المقصود بها الامن. دمير المقصود بها دمير كما نقول انه يقيم او ما يشبه هذا الامر. المقصود بها هنا لا سيكوريتي دمير كما نقول ان الامن كما نقول انه يوجد. اذا لا سيكوريتي دمير لان دي اسبي واحد من الاوجه لي بلو فوندامونتو الاكثر اساسيا. نقول عن شيء بانه فوندامونتال يعني انه اساسي ورئيسي، فهمتي؟ فوندامونتال يعني انه اساسي ورئيسي. اذا كما نقول هنا بان الامن هو اصبح وجه من الاوجه الاساسيه. المقصود ان الامن يجب ان يكون اولا عندما نتحدث عن منطقه ما عن بلد ما عن بقعه ما. اذا من اول الاشياء التي يكون لها الاهميه هو الامن. امون افي في رايي لا سيكوريتي دمور لان دي اسبي لي بلو فوندامونتو. اذا يتكلم شخص مثلا فيقول بان الامن اضحى وجها من الاوجه الاكثر اساسيه كما نقول. نتكلم هنا عن فوندامونتو في البلوريال، اذا نتكلم عن كما نقول اساسي في الجمع. اذا نتكلم عن الاوجه الاكثر اساسيه كما نقول او الاكثر ضروريه بمعنى اخر. امون افي لا سيكوريتي دمور لان دي اسبي لي بلو فوندامونتو. المقصود في هذه العباره بانه علينا ان نولي الامن اهتماما بالغا. اذا نسال شخصا مثلا فنقول له اتون افي كيل لا باغاي دو شوفاج لو بلو سامبل ا انستالي. اذا نقول لشخص مثلا اتون افي كيل لا باغاي دو شوفاج لو بلو سامبل ا انستالي، ما هو جهاز التسخين لا باغاي دو شوفاج. اذا نتكلم عن جهاز التسخين لا باغاي دو شوفاج. لو بلو سامبل اكثر بساطه، لو بلو سامبل الاكثر بساطه انستالي للتركيب. اذا تقول له ما هو جهاز التسخين الذي يكون سهلا في التركيب في رايك، فيقول لك مثلا الجهاز الاسهل في التركيب هو كذا وكذا. اتون افي في رايك كيل لا باغاي دو شوفاج لو بلو سامبل انستالي، ما هو جهاز التسخين الاكثر بساطه لو بلو سامبل انستالي للتركيب. اتون افي كيل لا باغاي دو شوفاج لو بلو سامبل انستالي. ثم تقول لشخص مثلا في السؤال اتون افي، اتون افي يعني رايك. اتون افي في رايك، اتون افي كو بو تون فير بو ريزودر لو بروبليم. اتون افي كو بو تون فير بو ريزودر لو بروبليم. في رايك ماذا نستطيع نفعل؟ عندنا لو فيرب بوفوار، ثم عندنا لو فيرب فير. كو بو تون، هنا عندنا او، هذه ضمير تعود على جميع الضمائر كما نقول. بحال تنقولوا احنا بالدارجه احنا خرجنا، شكون احنا؟ ربما ان المدينه كلها خرجت، فهمت ولا؟ كنقولوا احنا خرجنا بدون ان نحدد الاشخاص، ولكن ممكن انني اقول خرجنا ومعروف الاشخاص. هنا نستعمل نو. اذا هاد او ان غير محدده القصد كما نقول من حيث الضمائر. هاد اون، اذا نقول اون بو ان كل الناس تستطيع اذا كانت مثلا شروطنا. سي اون فو اون بو، اذا نحن نريد نستطيع. هذا مثال شائع رغم انه في نظر، ولكن هو عنده معنى. المقصود بمعنى اخر سي اون فو، اذا نحن نريد، اذا كانت لنا نيه صادقه في الاراده. هاد المثال يهم كل الاشخاص. اون بو يعني اننا نستطيع. اذا اكيد انك ستستطيع اذا كانت لك عزيمه واراده حقيقيه. اذا سي اون فو تنستعمل هنا اون. لما نقول هنا سي نو فولون، نحن نريد من فلان وفلان وفلان، نحن مجموعه اشخاص. اذا ممكن اننا نستعمل الضمير نو،
ولكن عندما نستعمل الضمير أن أنا نتكلم على واحد الضمير اللي غير قاصد في الحقيقة. ممكن أكون أنا ومجموعة أشخاص فأقول لهم كو بوتون فير بو ريزودر لو بروبليم، ماذا نستطيع نفعل لحل المشكل. تنخلي هذا أن كأنها غير قاصدة، كما لو أنني لا أريد أن أورطهم في إعطاء رأيهم، كما لو أنني أطرح السؤال على مجموعة أشخاص أكثر اتساعا، كما لو نقول أن تحتمل شيء من الأدب كوني لا أريد أن أحدد الأشخاص. نقول لا ton avis que peut-on faire pour résoudre le problème. إذا رأيك ماذا نستطيع نفعل من أجل حل المشكل. ton avis que peut-on faire pour résoudre le problème. ثم عندنا مثلا العبارة الموالية ton avis ou bien ton avis. ton avis qu'est-ce que je suis en train de faire. qu'est-ce que je suis en train de faire. إذا ton avis في رأيك qu'est-ce que je suis en train de faire. في رأيك ماذا تراني أعمل الآن. ماذا تراني أعمل أو ماذا أنا أعمل. هذا السؤال ممكن نطرحه على وجهان. ممكن أنك تنادي شخصا فتقول له أتوني كيسكو جو سوي أون تخا دو فير، ثم تريد أن تختبره أن يقدر ما تقوم به أم لا. هل لا واحد تقول لآخر دير هذا ورتي كون تدير فيها وتقول له هذه هي اللي بغيت نقول لك الثاني تماما. إذا ممكن أن تأتي في هذا السياقين. إذا ممكن أنك تنادي على شخص تسأله ليعطي رأيه وتريد أن تختبره فقط مثلا من باب التسلية، وممكن أن تكون كرد فعل، ممكن أن هذا السؤال يكون كرد فعل على أمر من الأوامر. إذن أطنافي كيسكو جسو أنتخدو فيه، أنت الذي تأمرني بقيام بكذا وكذا، أنت الذي تقول لي علي أن أفعل كذا وكذا، وأنت ماذا تراني أفعل. هاد أنتخا تفيد الاستمرارية. عندما أقول جسو أنتخا ديك خير مثلا أنا أثناء الكتابة، مثلا جو سوي أون تخا دو ديني، مثلا أنا أثناء العشاء، جو سوي أون تخا دو ديجوني، أنا أثناء الغداء. إذا أطون أفي كيسكو جو سوي أون تخا دو فيغ، وفي رأيك ماذا تراني أنا أعمل. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.